12 لبنانيا غاضبا فيلم وثائقي منحت فيه المخرجة زينة دكاش مجموعة من المساجين فرصة للتعبير عن أنفسهم بأسلوب مسرحي. مين أنا هينا؟ ما حدا. يعني بس لأني أنا صوت بسرعة هي أنا مأمن إنه هيدا صبي مزني. كيف يمكن لشخص أو مجموعة من الأشخاص أن يعبروا عن حالهم أو عن ما هو في داخلهم، أو يمكن أن يكتشفوا نفسهم إذا كانوا ينفذون أحكام طويلة الأمد أو أبدية بالسجن؟ زينة داكاش الممثلة والمخرجة حاولت ولي 15 شهر أن تظهر الوجه الآخر ل 45 سجين في رومي من خلال جعلهم يقومون بتمثيل وإعداد مسرحية 12 لبناني غاضب التي اقتبست عن كتاب لريجينال روز يتناول هيئة محلفين عليها إصدار حكم بشاب متهم بقتل والده. هذه التجربة الرائدة والتي كانت حصلت على تشجيع أيضا من وزارتي العدل والداخلية وتمويل من الاتحاد الأوروبي والسفارة الإيطالية أثبتت أن هناك طرق أخرى لإعادة تأهيل السجناء تتعدى أسوار السجن. أكثر سجن بدل نسمع فيه هو روميه. صار في انتفاضة بروميه، صار في مشكل بروميه، صار في حريق بروميه. الفكرة يمكن هالقد بديهية اجت براسي، اوكي هي نوع من التعبير الانتفاضة ونوع من تعبير كمان نصرخ ونعمل. أقولك إذا جبنا هالمسرح فينا نخفف شوي لأنه تعبير، لكن هالمرة كونستركتيف يعني منه هدام لا لألو ولا للي حواليه. عبر قول شو بدك لكن بطريقة فعلا حضارية. عرض المسرحية أمام جمهور من خارج نزلاء سجن رومي ولمدة شهرين ساهم في تغيير إيجابي أيضا في حياة السجناء وطريقة تغييرهم. مقابل هالسجناء الخمسة وأربعين كان هناك ثلاث سيدات زينة وجوستين أبي جبرايل وفيما بعد ميشلين تيان تابعوا منذ اليوم الأول تطور هذه التجربة وتأثيرها على المشاركين فيها. 95 ساعة من التصوير أثبتوا أنهم أفضل دليل على هذا الدرب العلاجي الذي اعتمده المركز اللبناني للعلاج بالدراما كاتارسيس. وجود صور التدريبات والمسرحية سمح لفريق العمل بإنتاج فيلم وثائقي عن هذه التجربة الرائدة، فيلم واقع جدا سمح بالتعريف عن ما جرى في سجن رومي من جهة، وحصد من جهة أخرى عدد من الجوائز في مهرجانات عالمية تهتم بالأفلام الوثائقية. زينة هيدا ما قلتي لي احفظوا غيبا. 12 لبناني غاضب أتى بعبرة ليس فقط للذين شاركوا فيه بل للذين خارج السجون وعقول مرهونة بأفكار وقناعات مسبقة. شو عم نعمل نحن كمجتمع طب لنغير هيدا الشيء اللي جوا؟ هيدا السؤال لازم نطرحه. هول 70 من مجتمعنا، من حد بيتك، من الحي عندي، من الضايعه، من ليش بدنا ننسى؟ ليه بدنا نتخبى ورا اسبان نقول اجرام انه موجود؟ احذروا شو موجود، شو بدنا نعمل فيه، كيف بدنا نصلح؟ وللاسف يعني اذا بتشوفي 3 ارباع المجرمين بفوتوا على السجن بعد شهرين بيرجع. ليه؟ لانه اليوم ما تعلم شيء، فات ربح حد اكثر، صار يكره هالشيء اكثر. ليه؟ لانه ما حدا اهتم فيه جوا، ما حدا اجى علمه كيف لازم يتصرف بس يطلع، ما حدا اجى اصلح علاقته باهله بس بده يطلع. التاهيل في السجون هل هو مفهوم يمكن تطبيقه في لبنان؟ فيلم 12 لبناني غاضب الوثائقي سيعرض لاسبوعين في ايلول في سينما متروبوليس الاشرفيه، فهل يكون ايضا تجربه رائده لجعل المجتمع اللبناني يبحث عن تاهيل لمعرفه كيفيه التعاطي مع الاخر؟